من الحاجات المهمة قوي اللي بتخلينا نصدق الشخصيات في المسلسلات وفي الأفلام تفاصيلهم، ومن تفاصيلهم دي بتبقى تعبير وشهم والمكياج اللي بيبقى عليهم، ده اللي بيخلي الشخصية تبقى حقيقية أكتر. فالنهارده منورني بقى عشان نتكلم على موضوع الميك اب والمكياج في المسلسلات والأفلام الأستاذ أحمد مصطفى مكير، طبعا كبير واشتغلت في أعمال مهمة جدا، منورني النهارده. ربنا يخليك، بنورك يا أستاذ الشريف. إيه الأخبار بقى؟ بتعمل آخر أعمالك اللي فاتت إيه بقى على طول كده؟ أه طبعا الحمد لله رب العالمين، لسه مخلصين ولاد رزق. الحمد لله مكسر الدنيا الحمد لله. طبعا مع استاذ عز، انا مكير اصلا استاذ احمد عز من ايام ما كنت مساعد من فتره طويله، يعني من 18 سنه مثلا، فعشره طويله. طبعا استاذ احمد عز من الناس الشاطره والناس اللي تحببك في الشغلانه، كاحترافيه وكتمثيل وكانسان، ممثل بمعنى الكلمه، كتمثيل الانسانيه، بني ادم جميل جدا. مع بداية حياتك لما تقابل حد زي ده، بدأت شغل مع أحمد عز ما قبله، بس طبعا لما بدأت تبقى فاهم الميديا وفاهم الموضوع كان مع أستاذ أحمد عز. بقول لك كنت شغال معاه مساعد مع أستاذ محمد يوسف الله يرحمه، ومن ساعتها ما سابنيش، حتى لما بقيت لوحدي وبقيت مكان لوحدي صمم إن أنا أبقى معاه وأبقى موجود معاه، والحمد لله. طبعا اتشرف طبعا ان انا بقى معاه وعملنا حبه شغل حلوين قوي قوي الحمد لله. طب احكي لي بقى انت بتعمل ايه عشان تعرف تمسك مكياج او الميك اب بتاع الشخصيات؟ بص زي ما بقول لك كده، طبعا لما بيجي لي مثلا مسلسل او فيلم او حاجه بنقعد مع الستايلست وبنقعد مع المخرج، بيقول رؤيته وبنوصل الفكره اللي هو عاوزها، بس هو الريفرنس بيجي احنا عاوزين ده اقرب حاجه. لو شخصيات مش معروفه بتفرق عن شخصيات معروفة، خلاص احنا فاهمين ان الشخصية دي اقرب حاجة ده، فنقدر نشتغل على الشكل ده. وانت يعني اشتغلت كمان على شخصيات مصرية شفناها، فكنت في مسلسل اختيار انت بتحول طبعا ممثلين لناس احنا شفناه بالظبط، وفي نفس الوقت في بقية اعمالك كنت بتعمل بقى خلاص شخصية مكتوبة بالظبط دراميا، ايه ابعادها، ايه الكلام ده كله، طبعا مع الستايلست مع اللبس مع الميك اب. ايه الاصعب بالنسبة لك في الاثنين؟ كل حاجة طبعا الأصعب إنك تعمل حد شبه حد إحنا عشناه وعرفناه. أنت لما تيجي تشتغل من الخيال شكل مثلا معين قديم مش عارف، أنت بتشتغل براحتك خلاص، حتى مش لازم تيبكل ده. أما الأصعب طبعا إنك تيجي شخصية إحنا كلنا الفترة دي عشناها، فبالتالي الراجل ده طلع واتكلم في التلفزيون وكان قدام الجماهير ومش عارف إيه، فالناس خلاص عارفة الشخصية دي. إنك تجيب ممثل معروف بعيد تماما عن الشكل وفجأة تلاقيه هو أقرب حاجة للشكل، فده برضو كان من ضمن حاجات الصعبة جدا. بيبقى ليها بروفات كتيرة بقى. بروفات كتير ومجهود ناس كتير، مش مجهود أحمد بس، مجهود ناس كتير، مجهود الاختيار للإخراج للشخصية، مجهود الستايلست للشخصية، مجهود الممثل نفسه إن هو يقدر عشان هو مقتنع بالدور أو عنده إيمان بالدور، فنقدر نعمل حاجات، نحلق مثلا شعره، نحلق مش عارف ايه، نقرب المسافه ده ان هو يتقبل ده، فده مش اي ممثل. بياخد وقت قد ايه بقى مثلا عشان تخش تصوره النهارده؟ ففي نص ساعه ساعه مثلا مكياج بتبقى قد ايه؟ بتبقى بتفرق طبعا بين الشخصيات، لو فيها حاجه فيها تركيبات يعني بتاخد اطول وقت. مده ممكن حد يفضل قاعد بيحط مكياج قد ايه؟ لو ميك اب بس الوان مع شنب مع دقن مع الكلام ده كله، احنا ممكن نوصل مثلا لساعه ساعه ونص في 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 الشخصيه نفسها، مع الشعر طبعا، مع البوريك، بنشتغل في البوريك الرجالي عشان تقدر تقرب للشخصيه الرئيسيه. لا بتاخد مجهود اصلا، بتخش في ساعه ونص مثلا لو بتعمل شخصيه، لو انت كمان مش بتشتغل على تركيبات، التركيبات ده اللي هي السيليكون، بتقدر تعمل مثلا حد عنده خدود عنده الكلام ده كله، ده انت كمان ممكن تتكبر تغير ملامح. عشان كده بقول لك ايه، هنرجع لمرجعنا تاني اللي هي فكره الاجسام. احنا كلنا قسم مكياج بس قسم المكياج تحول لاجسام من جواه، بقى في قسم سبيشال افكت للتركيبات، بقى في قسم التجميل، بقى في قسم شنبات والدقون، الحمد لله. يعني دول بيبقوا كل واحد لوحده، مش نفس الشخص بيعمل كله. في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده، بس بقى اصبح في مصر دلوقتي بقى التخصصات بيبقى حسب قوه العمل وحسب رغبه المخرج، العمل الكواليتي بتاعه رايح لفين. يعني يبدا يختار. تخصصت مثلا في موضوع الشعر والدقن بالظبط كده، ان كان بوريك رجالي، ان كان شنبات، ان كان الدقون، فالحته دي الحمد لله رب العالمين تميزت فيها شويه، فاصبح
النجوم والمخرجين بيجيبوني في الحته دي ممكن يبقى عمل. يعني سؤال ممكن انا مش فاهمها قوي بس ما هو الشنب ممكن لو حد عنده شنب بيبقى خلاص شنبه تمام او بتسيبه مثلا فتره يطول دقنه فيبقى عنده دقن ليه ممكن يبقى محتاج رسم شنب او رسم دقن؟ اقول لك ليه. اولا بيبقى حسب الفتره اللي انت هتصور فيها. اولا لازم تفهم انت هتعمل الفتره عامله ازاي، هل سبعيناتي تسعيناتي ستينات، كل الفتره دي الشنبات والدقون. يعني زمان ما كانش حد يربي دقنه الا اذا كان مكتئب مهمل في نفسه فكان بيربي دقن، هو كان الشنب افندي بطريقه معينه بشكل معين. ما كانش الشنب نفس الشنب بتاع دلوقتي؟ لا طبعا طبعا، مصر دلوقتي مربيه كلها دقونها دلوقتي، فلا الموضوع اختلف تماما. كل فتره انت بتيجي تشتغل عليها حسب الفتره الزمنيه بتاعه الفيلم او المسلسل اللي انت بتشتغل فيه تبدا تعمل عليه. دي واحد. اتنين، انت عندك الممثل مثلا ممكن يكون شغال في مسلسلين او فيلمين ولا حاجه فعنده راكورين مختلفين وشكلين مختلفين، فبالتالي هو عاوزه هنا مثلا تكون بدأ وهو مثلا في الناحيه الثانيه مثلا من غير دقن، فهنا لازم تترسم بقى، فلازم تترسم ولازم تعمل الدقن حسب الشخصيه اللي مكتوبه وحسب الشكل اللي هو موجود. في نقطه كمان، ساعات بتقابلني مثلا ممثل ربى دقنه واشتغل في مسلسل او في فيلم والظروف انتاج او الظروف شغل مثلا العمل توقف شويه فدخل مسلسل تاني او فيلم تاني. دي اصعب بقى، ان انت تشيل دقن وهي تفضل موجوده. انك تشيله بقى الدقن وتيجي مثلا الفيلم تاني يرجع عشان يصور فعاوز نفس الراكور. طب بتعمل ايه في الحاله دي بقى؟ وهي دي بقى الحمد لله الميزه اللي ربنا اداها لي، مثلا ان انا اقدر ارجع لك دقن جديد بنفس تفاصيلها بنفس لونها بنفس كل حاجه وتقدر تصور العملين مع بعض. زمان كان صعب، ده صعب، كان صعب الممثل يحلق راكور. ايه اصعب مكياج عملته او ميك اب او شخصيه اشتغلت عليها؟ بص طبعا انا هجيب لك من الاخر، طبعا احنا مسلسل الاختيار طبعا ده خد مجهود الحمد لله رب العالمين، مجهود من كل، من اول الاخراج للستايلست للممثلين نفسهم طبعا، ودول كل دول اتجمعوا مع بعض ما كانش الكواليتي بتاع الشغل هيطلع في الاول في الاخر كده. فلا في مسلسل الاختيار خد مني مجهود كتير قوي. مؤخرا مسلسل حشاشين. مسلسل حشاشين فتره زمنيه كان كل الممثلين بدقون، اكتريه الناس كانت بدقون مع مراحل التعجيز والكلام ده كله للمراحل، لان المفروض كانوا شباب وكبروا شويه وكبروا شويه، كل دي كانت مراحل مع الدقون. مع كنت مع نفس الشخصيه بتعدي بيها بمراحل كتير؟ بشغل 3-4 مراحل، فكانت فرق كبير. مع طبعا استاذ كريم عبد العزيز معايا طبعا الماكيره بتاعته وكده، بس الدكتور بيتر استعان بيا في الاخر في المرحله الاخيره بتاعت استاذ كريم عبد العزيز ان انا اعمل التعجيز بتاعه، فبرضه ساعدت في ده كويس قوي. التعجيز اللي هو في الاخر خالص لما كان شعره ابيض وكبر. كان دقنه وبيضه وكبيره ساعدت طبعا مع الماكيره بتاعت استاذ كريم، برضه ساعدت في الحته دي. كان طلب استاذ بيتر، الدكتور بيتر يعني طلب ان انا اساعد في الحته دي يعني، فالحمد لله برضه طلع الشكل الحمد لله حلو. طب انت كنت بتحكي على شغلك مع نجم احمد عز. احمد عز يعني الناس دايما عارفه ان هو ايه، شكله حلو طبيعي. نسبة الميك اب بقى في ان هو دايما يكون بيظهر بالصورة دي بتبقى ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين، احنا الميزة انك تعمل حاجة ما تبانش ان هو ميك اب. استاذ احمد عز اصلا ضد الميك اب اصلا. هو ضد الميك اب، بس طبعا انت في تفاصيل بتعملها للشخصية ما تبانش ان هي فيها ميك اب. يعني رضا في ولاد رزق اكيد ده ليه تفاصيل معينة. بالظبط، عارف بنيجي مثلا الحواجب بتتعمل بطريقة معينة مش عارف ايه، واصلة لك فكرة ان انت ما يبقاش فيه ميك اب للشخصية ده، لان هو اصلا اوريدي من منطقة شعبية جدا وبتاع، فانت بتعالج حاجات او بتدي اوبشن لحاجات بتبينها في سبيل ان هو ما يبانش ان انت عامل ميك اب. زي ما بقول لك كده الميك اب بيختلف وانت بتعمله للرجالة غير لما تعمله للستات. طبعا طبعا، الست لما تعمل ميك اب هي في الاول وفي الاخر انت متقبله انها بتعمل ميك اب. الصعوبه انك تعمل ميك اب للرجاله ما يبانش ان انت عامل ميك اب، فانت هنا الصعوبه. في مثلا راجل مثلا تيجي تعمل له ميك اب فيبان ان هو حاطط ميك اب كتير، وبيبان في حبه ممثلين
ده بيحصل لهم حلو. طبعا انت نفسك بتفصل لما تيجي تتفرج وباين وتحس انه مش حقيقي. يعني اعتقد ان كل مكان تحس انه لو حتى لو متبهدل بالظبط والبهدله دي من الميك اب. اه ميك اب الرجالي انك بتشتغل عليه انت بتعالج حاجات حسب الشخصيه اللي موجوده بدون ما انت تبين ان انت عامل لون. بس ان كان في حبايه بقى بتداريها بطريقه معينه، ان كان في هالات سوتا بتداريها بحاجات معينه ممكن تكبر وتصغر شويه في السن كمان، العين تبقى شرانيه شويه تقدر تعمل مثلا تزود فيها حاجه شويه حسب الشخصيه. هي دي الفكره اللي تقدر تعملها من غير ما يبان ميك اب.